بخير. وانت بألف خير. انتوا وعوائلكم ان شاء الله. الله يخليك. الله يسلمك. شاكركم لحضوركم اليوم وعملكم في يوم العطلة. الله يخليك سيدي. هذا انجاز، هذا المشروع عراقي تم تصميمه بعقول عراقية المرحومة زاهر حديد، والعمل به راح يكون بيادي عراقية، ياديكم. التاريخ سوف يترككم بكل خير، مهتمين بشريحة العمال. وجهنا وزارة العمل على العمل على تحديث القوانين فيما يخص حقوق العمال في القطاع الخاص لكي نضمن حقوقه في المستقبل. العراق اليوم بحركة عمرانية، بدينا مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية لكي نعطي فرصة للاستثمار الداخلي والخارجي، حتى عمال العراق يحصلون على فرصة حقيقية في المساهمة والعمل. بكل تأكيد هاي فرصة تساهمون في بناء بلدكم. اليوم انتم مريتوا بظروف صعبة كلياتنا، ان شاء الله نعبرها ونبني مستقبلنا سوية. كل شعوب العالم المتطورة تفتخر بعمالها، واحنا كذلك نفتخر بكم بطاقاتكم، وسوف تفتخرون بالمستقبل المبرم من تنتهي هذه العملية، من بناء هذا الصرح لكل انطلاق لعملية نهضة وبناء في العراق. راح تفتخرون انتم وابنائكم واحفادكم بان ابائنا عملوا ببناء هذا الصرح. اتمنى لكم كل توفيق، شدوا حيلكم، هاي مشروع تاريخي تستاهلون بها. دوركم مو دور صغير، دور كبير جدا. كل واحد عنده مسؤوليه، مرينا بمعاناه طويله يجب ان نعبرها، نعبرها سويه ان شاء الله. كل عام وانتم بخير مره ثانيه. السلام عليكم.